تشهد منطقه الساحل الشمالي الغربي نقله نوعيه متميزه ضمن سلسله المشروعات التنمويه الجاري تنفيذها على مستوى الجمهوريه وتستهدف خطه تنميه الساحل الشمالي الغربي تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 12% وتوطين حوالي خمسة ملايين نسمه نقلة نوعية متميزة شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي من العالمين حتى السلوم ضمن سلسلة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية. في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية 2025، خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 12% وتوطين 5 ملايين نسمة، فضلا عن الارتقاء بالأوضاع المعيشية والاجتماعية عن طريق تطوير شبكات البنية الأساسية في المنطقة طفرة تنموية ضخمة شهدتها المنطقة في كافة القطاعات والمجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية منذ عام 2014 ويعد مجال الزراعة واحدا من المجالات الذي حصد العديد من تلك المشروعات منها المشروع القومي لإنتاج البذور والتقاوي ومركز الإرشاد الزراعي في محافظة مطروح بتكلفة 25 مليون جنيه وعلى مساحة عشرة ألاف فدان أقيمت المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية، ويضم 1300 صوبة زراعية، وهو ما يعادل إنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، ويعتبر مشروع الصوب الزراعية الأكبر في الشرق الأوسط لسد الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية، مع ترشيد استخدام مياه الري. وفي مجال الطاقة والكهرباء نجحت الدولة في رفع قدرة الشبكة الكهربائية بمحافظة مطروح من خلال تطوير الشبكة، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بتكلفة 28.5 مليار دولار، وتعد المحطة أولى خطوات الحكومة في تنفيذ برنامجها النووي الذي أصبح واقعًا. ومن مشروعات غرب مصر التنمويه مشروع القريه البدويه بواحه سيوه للاسر الاكثر احتياجا والمدينه السكنيه بالضبعه في محافظه مطروح وكذلك انشاء الحي اللاتيني القديم في مدينه العالمين الجديده ونفذت الدوله مشروعات اسكان اجتماعي داخل مطروح بقيمه 295 مليون جنيه وكذلك انشاء مدينه العالمين الجديده بتكلفه ملياري جنيه والتي تعد احدى مدن الجيل الرابع وبوابه مصر على افريقيا هذا وتهدف تنميه الساحل الشمالي الغربي الى تحقيق النمو الاقتصادي الذي يعد الهدف الرئيسي لكافه المشروعات التي تتبناها الدوله من اجل مستقبل افضل للاجيال القادمه